يعني كيوجعني يعني خاطري فهمتيني. اه يعني واحد الكنز هنايا ولكن للاسف الشديد حتى واحد ما عارف القيمه ديال هذا الكنز هذا اللي كاين في الولفه. كيف قلت لك يعني عندي انطباع بانه الا جا شي واحد وشاف هذه البلاصه غادي يكون عنده نفس الانطباع اللي تسجل عندي انا. ها انت ماشي حرام يعني بيضاوه ومغاربه يتحرموا من هذا من هذه البحيره هذه. جبتكم معايا اليوم لواحد البلاصه اللي كنعتبرها شخصيا هبه الهيه وغادي تشوفوا بريوسكم يعني هذا الموقع وغادي تحكموا عليه واش هبه الهيه ولا لا. ولكن هذه الهبه ما عطاهاش الله لاي بلاصه في المغرب من بين 1503 جماعه اللي كاينه في المغرب. اختار الله سبحانه وتعالى واحد البلاصه اللي هي جماعه الدار البيضاء عطاها لها وبالتحديد في حي الولفه. نحن الان نتواجد في الضايه ديال الولفه او البحيره ديال الولفه او البحيره ديال الفردوس حيث كل واحد كيفاش كيسميها على حسب الاصطلاح. لكن للاسف يعني هذا الكنز اللي يعني يتوفر عليه منطقه الولفه والفردوس يعني السلطات العموميه يعني لم تعطيه الاهتمام اللازم لتهيئته ليصبح منتزها مثل ما هو الحال في الدول المتمدنه اي ما يسمى بليباز دو الوزير. بمعنى يعني هذه البحيره اللي المساحه ديالها تقريبا 7 ديال القطارات ولكن الا دخلنا هذه الجنبات اللي احنا مريحين فيها وفين كاين حمام العنبار وفين كاين الفردوس وفين كاين البارك اللي كاين وراء العماله ديال الحي الحسني كنطيحوا فاصيل في واحد 12 هكتار اللي قابله باش تكون منتزه. وحتى التهيئه ديال هذا المنتزه لا تكلف شيئا لان لو غرولو دارته لذاك قبل حيث هذه المنطقه هذه كانت فيها يعني مصب ديال الواد الحار وكانت ايضا يعني واحد مكب ديال النفايات بشكل اللي حول هذه البحيره الى منبت ديال الزبل حاشاكم ومنبت ديال الروائح الكريهه. لكن المشروع اللي استثمرت فيه لذاك حوالي تقريبا 25 مليون ديال الدرهم لتهويه البحيره وتنقيه البحيره وتجهيزها بقنوات ديال تجميع المياه العادمه خلى البحيره الان ترجع لها الروح وخلى الطيور تعود الى هذه المحميه. لكن يعني احنا المغاربه تنقولوا بانه الشهيه ديالنا دائما مفتوحه يعني بعد هذه الاصلاحات الان حان الوقت باش السلطه العموميه يعني تقوم بواحد المجهود وبواحد المونتاج مالي باش تهيئ هذه البحيره ديال الفردوس. والاسباب يعني لا تعويز المرء باش انه يضغط على السلطه العموميه لتهيئه هذا المنتزه. علاش؟ لان علاج الفردوس بوحدو فيه تقريبا 50,000 ديال السكان، ولا دخلنا الفردوس دخلنا عفوا الولفه ودخلنا الوئام ودخلنا الاحياء المجاوره تنوصلوا الى 200,000 ديال السكان اللي غادي يستافدوا مباشره بهذا التهيئه ديال هذا المنتزه ديال ضايه الفردوس. اما الى حسبنا العماله ديال الحي الحسني السكان ديالها تقريبا 600,000 اي ما يعادل تقريبا السكان ديال مدينه الرباط. ولكن هنا المفارقه يعني كيفاش ان 600,000 ديال الرباط عندهم 15 متر مربع ديال المساحه الخضراء لكل مواطن في حين انه في العماله ديال الحي الحسني المواطن يلا عنده اقل من نصف متر ديال المساحه الخضراء. وهذا يعني ضرب للدستور وضرب للمساواه وضرب للانصاف في توزيع الثروه ديال البلاد. علاش؟ حيت العماله ديال الحي الحسني ماشي من العمالات المعطوبه او العمالات سميتو الفقيره، بل بالعكس يعني الوزينات التي تحتضنها والقطب المالي الذي تنهض الاساسات ديالو هي من ورانا يعني يساهم في الناتج الداخلي الخام ديال الدوله المغربيه بحوالي 6%. لا يعقل ان هذه العماله ديال الحي الحسني اللي كتعطي 6% من الناتج الداخلي الخام للمغرب لا تعود عليها يعني استثمارات من هذا النوع ديال تهيئه هذا المنتزه، علما ان الخبراء الذين استشرنا معهم لا لي بيزاجيست ولا لي زاميناجور ولا لي زارشيتيكت ولا لي زانجينيور كلهم اجمعوا على انه في الحد الادنى هذه التهيئه ديال هذا المنتزه مع لي زالي مع السياج مع الدروج في هذه لافاليز باش يهبطوا الناس ويوقع تواصل ما بين الولفه وما بين الفردوس لا تكلف في اغلب الحالات 36 مليون ديال الدرهم يعني بمعدل 300 درهم المتر مربع. يعني بمعنى الا قسمنا هذيك 36 مليون درهم على السكان ديال الحي الحسني ابيل غادي تجينا 60 درهم لكل مواطن. واش الدوله يعني عز عليها تخسر 60 درهم على المواطن في الحي الحسني؟ يعني ميم باكينت يعني ساندويتش ديال المعالجه في شارع بيرين زران. اما الا بغات تفوبر وتتبرع للسكان ديال الحي الحسني ودير شي تهيئه يعني فاخره مثل ما هو الحال في الدول الاوروبيه فالمبلغ سيصل الى ضعف يعني 72 مليون ديال الدرهم اي ما يعادل 120 درهم لكل مواطن في الحي الحسني. وهذا يعني مساله يعني ملحه يعني حال الوقت باش يعني السلطات العموميه في كل المستويات لا على المستوى الحكومي ولا على المستوى الجهوي ولا على مستوى البلديه ولا على مستوى ولايه الدار البيضاء انه يكون عندهم هذا اولى الاولويات خاصه
وانه الضرب اذا من عهد الاستقلال الى الان لم تحظى باي منتزه عمومي. كل المنتزهات الموجوده في الضرب اذا بناها الاستعمار، خذوا لاليكراب دارت الاستعمار، خذوا مردوخ داروا الاستعمار، لارميطاج داروا الاستعمار الى اخره. لا اتكلم على ذوك الجنينات او ذوك الجرادي الصيوني اللي في الدروبه، انا اتكلم على المنتزهات اللي عندها واحد المساحه يعني تفوق 20 هكتار. الى حيدنا مردوخ بحكم يعني المساحه ديالو ضيقه، كل المنتزهات اللي دارت في الضرب اذا من عهد الاستعمار تفوق 20 هكتار، وبالتالي في خلال 60 سنه لم ننعم باي منتزه. اللهم المنتزه اللي دار مؤخرا من طرف اوضق يعني القطب المالي يعني اللي تصيب للشطر الاول فيه 18 هكتار من اصل 50 هكتار، وبالتالي يعني لزدنا يعني هذه المنتزه ديال ضيط الولفه غادا تكون الضرب اذا ربحات على وجهتين، اولا رد الاعتبار للسكان ديال الحي الحسني من جهه، وثانيا المسؤولين ديالنا غيدخلوا للتاريخ لان هذه الهبه الالهيه لم يفرطوا فيها بل ردوا لها الاعتبار.